في تعز حملة تسمعني صوتك، طبعا هي مش غنى وانه استماع لأصوات، ولكنها لأصوات الهوام بالسيارات المزعجة. محمد مارس شارك في صفحته قيام رجال المرور في تعز بتكسير الأهوان، طبعا شاهد الفيديو على صفحة الزميل طبعا محمد مارش. طبعا مشاهدينا الكرام، مهم جدا أن تعود الدولة، مهم جدا أن تبدأ الدولة لإعادة طبعا الحياة إلى المدن المختلفة، سواء في تعز أو في عدن أو في المناطق المحررة. طبعا هناك الكثير من التعليقات حول هذا الموضوع، تفاعل الناس، هناك من أيد وهناك من عارض مع هذا الموضوع. نبدأ ونشوف أول تعليق، والتعليق طبعا كان لمنيا الدلمي، وتقول: ما يحق لي يكسره، كان يبعده ويعطيه لمالكه حسبي الله ونعم الوكيل. هكذا طبعا قالت منيا الدلمي. شوف تعليق آخر، وهذا التعليق هو لأنس حسان الحاج، يقول: أنا مع الفكرة، لكن كان قبل ذلك هناك أشياء أهم وأكبر. الباصات المغلقة أو المغلقة، سائق الباصات المسلحين، السيارات الغير مرقمة والمعكسة والموترات كذلك. هذا كان طبعا تعليق أنس حسان الحاج. تعليق آخر لمحمد، يقول محمد العميسي، يقول: المفروض ما يحق للشرطي هذا العمل إلا حسب القانون، والقانون مفروض يحدد الإجراء، كان هذا الإجراء غرامة أو سحب القطعة، ومفروض أن يبيعها غير مرخص، وإلا فلا يجوز سحبها، بس بلد عبث وعشوائي. طبعا كانت هذه بعض التعليقات. نواصل أيضا التعليق، وهناك تعليق آخر لطارق بن عبد العزيز، يقول: أتمنى النجاح لتلك الفكرة والاستمرار دون عراقيل.